بسم الله. في منهج البحث العلمي سأتناول بالتفصيل مقدمة عن منهج البحث العلمي، وخصوصا هذا الموضوع يهمنا كطلاب دراسات عليا وكباحثين. متى بدأ البحث المنهج في التطبيق بالنسبة للبحوث العلمية؟ بدأ التفكير في المنهج في منهج البحث العلمي منذ نشوء الإنسان، إذ رافق نشوء الإنسان ظهور المشاكل، وبالتالي أصبح يعني عندنا اتجاهين: الإنسان والمشاكل. وتسبب ظهور المشاكل أن يجد الإنسان حلولا لهذه المشاكل التي تواجهه في مكان تواجده. بدأ الإنسان بالتفكير في منهجية البحث العلمي من محاولاته لإيجاد الحلول لهذه المشاكل، وبذات الوقت أخطائه للوصول لحل. هذه المحاولات والخطأ في إيجاد الحلول المشاكل اللي تواجهه في بيئته أو في مكان تواجده جعلته يكتسب المعرفة، وبذات الوقت تطورت معرفته بمرور الوقت إلى أن اكتشف منهج البحث العلمي باستخدامه لأساليب علمية للوقائع. استخدام الأساليب العلمية للوقائع اللي تواجه الإنسان تطلب منه أن يفرض فرضيات معينة، ثم يقوم بإجراء التجارب لتحقيق أو التحقق من هذه الفرضيات لكي يتوصل إلى النتائج المرجوة. إذن البحث أصبح هو السبيل للتوصل للحقيقة. وبالتالي يمكن أن نقول بأن تقدم البحث العلمي مرتبط بالمنهج العلمي. لنحاول فهم الفرق ما بين المعرفة والعلم. المعرفة مجموع ما يكتسبه الفرد من معلومات أو خبرات. إذا المعرفة مجموع ما يكتسبه الفرد من معلومات أو خبرات. هذا المعرفة، هل هناك طرق يستطيع الإنسان أن يكتسب بها المعرفة؟ أول طريقة هو أن يتلقى المعرفة المصادر الخارجية، مثل ما نتلقى تعليماتنا الدينية من الأنبياء والرسل. النقطة الثانية، ممكن أن نتلقى المعرفة بالملاحظة. هذه الملاحظة قد تكون بالصدفة أو قد تكون قصد. إذا كانت الملاحظة مقصودة تتطلب من عندنا التحقق والبرهان. والنقطة الثالثة نكتسب بها المعرفة هي التجربة التي تمثل أرقى المستويات للحصول على المعرفة. لكن النقطة الرابعة هي الاستنتاج، يعني إدراك الحقيقة، إدراك الشيء ذهنيا بطريقتي الاستنباطي والاستطراء. إذا عندي 4 طرق لاستحصال المعرفة، هي بالتلقي والملاحظة، والملاحظة بشقيها الصدفة والقصد، ثم التجربة اللي هي أرقى المستويات، ثم الاستنتاج اللي هو التصور الذهني لإدراك الحقائق. هذه المعرفة اللي اكتسبناها هل يمكن أن نضع لها تصنيف؟ نعم، ممكن أن تكون معرفة حسية، أنه أن نلاحظ ظواهر بما هي باستخدام الحواس السمعية أو البصرية. ممكن أن نلاحظ الليل والنهار بالسمع أو البصر. النقطة الثانية، ممكن أن تكون هذه المعرفة فلسفية تأملية، أنه نترك الظاهرة ونبحث للبحث في أسباب هذه الظاهرة، مثل ما هو الحال في تفكير الإنسان بالحياة أو الموت. الطريقة الثالثة أو التصنيف الثالث معرفة هي المعرفة العلمية، وهي أرقى أنواع أو هي المرحلة المتقدمة من اكتساب المعرفة اللي تعتمد على التجربة. وبالتالي اعتماد التجربة في الحصول على المعرفة يتطلب أن نضع فرضية، ثم نتحقق منها بالتجربة، ثم نجمع البيانات ونقوم بتحليل هذه البيانات، وبالتالي ممكن أن تنقلنا المعرفة العلمية اللي سميناها التجريبية للانتقال من المرحلة الجزئية إلى مرحلة النظريات ثم القوانين العامة. إذا افتهمنا أو حاولنا أن نتفهم المعرفة وطريقة إيش الحصول على المعرفة، وصنف المعرفة إلى 4 أصناف. ما هو العلم؟ العلم أنه بكل بساطة هو إدراك شيء على حقيقته. ممكن نضع تعريفات أخرى للعلم؟ نعم، ممكن يسمى العلم بالمعرفة المنسقة التي تنشأ من الملاحظة والدراسة والتجربة لتحديد طبيعة الدراسة المنشودة. أو ممكن نقول عن العلم بأنه فرع من فروع المعرفة المرتبطة بتنسيق الحقائق بواسطة تجارب الفرضيات. إذا النقطة الأولى، معرفة تنشأ من الملاحظة. التعريف الثاني للعلم، هو فرع من فروع المعرفة المرتبطة بتنسيق الحقائق. ممكن نأخذ تعريف لإكسفورد اللي يعتبر العلم بأنه فرع من الدراسة مرتبطة بحقائق ثابتة. إذن أخذنا 3 تعريفات للعلم، نريد نميز ما بين الواقع والحقيقة والعلم.
نفهم الواقع بأنه ما موجود أو ما كان موجودا بالفعل. أما الحقيقة فتعني هي التصور الذهني للواقع. والعلم قبل شوية عرفنا بأنه معرفة الشيء على حقيقته أو هي مجموعة حقائق نحاول الوصول إليها. طيب ماذا نعني بالبحث العلمي؟ البحث العلمي هو الوصول لشيء ما، محاولة يقوم بها الطالب أو الباحث للوصول لشيء ما. ممكن أن نجد تعريفات أخرى للبحث العلمي. أول تعريف هو استخدام الطرق العلمية للوصول لحقائق جديدة. أول تعريف للبحث العلمي، نستخدم ما أمكن من الطرق العلمية للتوصل لحقائق جديدة. هذه الحقائق الجديدة وين توصلنا؟ للنمو في المعرفة الإنسانية. طيب ممكن نعرف البحث العلمي وفقا لرامل بأنه جهود حقيقية لاكتشاف المعلومات والعلاقات الجديدة. رامل وصف العلم أو عرف العلم بأنه جهود حقيقية لاكتشاف معلومات وعلاقات جديدة ومن خلالها تنمو المعرفة الحالية. وفان دالين أيضا وضع لنا تعريف للعلم للبحث العلمي بأنه المحاولة الدقيقة الناقدة للتوصل لحلول للمشاكل وقطع المشاكل التي تقلق الإنسان. إذا عندي ثلاثة تعريفات، البحث العلمي قلنا محاولة الوصول لشيء ما، لكن ممكن نضع له صيغ أخرى التعريف أن نستخدم طرق علمية للوصول لحقائق جديدة تساعد في نمو المعرفة الإنسانية، أو ناخذ تعريف رامل اللي يعتبر جهود حقيقة اكتشاف معلومات أو علاقات جديدة، أو نأخذ تعريف فان دالين اللي هو محاولة دقيقة ناقدة توصل لحلول للمشاكل التي تزعج أو تقلق أو تواجه الإنسان. ماذا عن المنهج؟ المنهج العلمي له اتجاهين. إذا كان منهج علمي في اللغة فهو الوسيلة المحددة للوصول لهدف معين. إذا كنا منهج علمي بأسلوب لغوي نعني بوسيلة محددة يعني معينة يعني معروفة نتوصل من خلالها لهدف معين. لكن إذا استخدمنا كلمة المنهج في الإصطلاح فهو الخطة المنظمة لعمليات ذهنية تهدف لمعرفة الحقيقة أو إثباتها. في اللغة هو وسيلة معروفة تمكننا من الوصول لهدف ما. في المصطلح هو خطة منظمة لعمليات ذهنية أو حسية تهدف لمعرفة الحقيقة أو إثباتها. أشكركم في نهاية المحاضرة على حسن الاستماع، والسلام عليكم.